انا جيت نعطي رايي ديالي حول القرار اللي صدر في الوزاره على حسب انها تسد الشواطئ ديال مدينه اكادير باش تمنع تفشي الوباء ان شاء الله يكون خير. وانا صراحه كنايد هذا القرار. علاش؟ لان كثر عندنا بنادم بزاف اكادير كونها منطقه ساحليه ومكتظه بهذا بالناس مؤخرا بزاف، دونك قرار صالحنا ان شاء الله يكون خير ويا ربي تبعد علينا هذا الوباء ونرجعوا لحالتنا اللي كنا عليها ان شاء الله. اهم حاجه نحترموا القوانين اللي كتطبق ونمشيو على الكلام اللي كيقولوا لينا، اكيد فيه مصلحه لينا. ومنهم ان بزاف القرارات كتشمل انهم السوق يتسد وانا نحترموا المسافه ديال التباعد بيناتنا ونرقموا يدياتنا. واهم حاجه ما نساوش الكمامه وان شاء الله يكون خير يا ربي تبعد علينا هذا الوباء وتحفظنا شعبا وملكا يا ربي. هذا القرار جاب واحد الوقت مناسب باش نحاربوا هذا الوباء، لان هذا الوباء غادي واحد التصاعد خطير، وهذا الوباء ما كنعرفوش كي داير، وحنا مع القرار ديال السلطات وكنتمناو باش هذا الوباء يمشي علينا ان شاء الله. وكنتمنى المغاربه بهذا المنبر كنشكرهم باش يكون واحد الالتزام صريح ويديروا الكمامات ويكون واحد التباعد اجتماعي ان شاء الله، وما يكون غير خير ان شاء الله. بيان سور غادي نضروا، بيان سور كاين واحد الضرر، ولكن هنا با لو شوا، ما عندنا ما نديروا، ما كاينش واحد الاختيار، خصنا نسيروا الامور ونتبعوا السلطات اش كتقول لنا، وهي اللي عارفه المسائل كي دايره. وكنتمناو باش يتحل هذا الوباء هذا ويكون ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. الوغ فيما يخص الحاله الوبائيه بطبيعه الحال في اكادير، عرفات واحد التغير ملحوظ وظهور بؤر جديده، هذا يعني شيء كيتمشى مع جميع ولا يسير على جميع ديال المناطق ديال المغرب يعني ديال المدن ديال المغرب. لكن الاشكال المطروح حاليا هو بخصوص الاجراءات المتخذه من طرف السلطات. بطبيعه الحال حنا كنحترموا السلطات وكنحترموا القرارات ديالها، ودائما حنا تحت شعار الله الوطن الملك، هذا شيء لا يناقش. لكن اللي كنجيو نهضروا على بعض الاجراءات، من بينها مثلا غادي تسد مثلا السوق ديال اكادير اللي كتعتبر سوق نموذجي بامتياز او بلاصه اللي كيتجهوا لها السياح بصفه عامه، اضافه على الحدائق اللي غادي تسدوا ايضا، زياده على البحر وبيان الشاطئ ديال اكادير اللي تم او خداو قرار بالاغلاق ديالو يعني ابتداء من غد السبت. لكن الاشكال المطروح ان هذا القرار مع احتراماتي للسلطات بالنسبه لي ومن رايي الشخصي المتواضع لم يتم دراسته. علاش؟ لانه كيشكل واحد التهديد على هذه القطاعات الحيويه، من بينهم هذه المطاعم اللي كاينين على الشاطئ. كمثال حنا في صدد باش نستقبلوا بعض السياح اللي غادي يجوا للمغرب، الو غاد السياح كيجي كيريزيرفي في الاوتيل يا بري الوجهه ديالو كيمشي للشاطئ ديال اكادير، باش بطبيعه الحال اكادير معروف بالجو ديالو اللي هو ستابل ومزيان والشمس، غادي يلقى البحر مسدود بطبيعه الحال، حنا ما غاديش نستافدوا معاه. يعني بالتالي هذا القرار ديال انك تسدوا البحر هذا قرار يشكل تهديد في استمراريه هذا القطاع ديال هذه المطاعم وهذا لي ريستورون هنايا. السلام عليكم الوليدات الصغار والكبار، معكم جيهان عياش من مدينه اكادير. بغيت نقول لكم ردوا البال من هذا الفيروس، غسلوا يديكم مزيان، وإلا ما كنتو خارجين مثلا وما لقيتوش تغسلوا يديكم عقموهم، ديروا المعقيم وديروا كونسكم، خليو مسافه الامان ويا ربي يمشي هذا الوباء. وشكرا، باي باي. حنا راه ما غاديش نستافدوا مع هذه السياحه اللي غاتجي حاليا اللي غادي تدخل بالخصوص لاكادير. الكاوري شنو هي الوجهه ديالو؟ بيان الاجانب الوجهه ديالهم كيكون عندهم البحر، كيكون عندهم عفوا لوطيل يا بخي البحر، كيدوزوا فيه نهار كامل، كيطلع عندك يتغدى ولا كيجي يتعشى. الا سديتي ليه البحر حنا ما غاديش نستافدوا معاه نهائيا، اضافه الى سوق الحد اللي كتعتبر واحد الوجهه مهمه جدا، مهمه بالنسبه للسياح. والاشكال المطروح ايضا، لماذا واقولها واكررها، لماذا تم استثناء هذا القطاع الحيوي من السياحه؟ علاش ما دخل القطاع السياحي؟ بكوننا حنا لي غوستورون اللي كاينين هنا في على لابلاج ديال اكادير يعني كيكونوا ليي وبيان دي كونتاكت افيك لي زوتيل، كنخدموا مع الاجانب، وبالتالي لا يجب استثناء هاد القطاعات هادو، راه هما كيشكلوا واحد الركيزه اساسيه في القطاع السياحي. علاش تم يعني تم الالغاء ديالهم او الاقصاء ديالهم من طرف السلطات؟
على مجهوداته الجبارة التي تتمثل في تقديم زعما بزاف المساعدات للناس اللي خدامين هنا والاسر اللي خدامين هنا. بينهم كاينين الناس اللي عندهم ديك خيدا فيك لي بونك، يعني تعاون معاهم ما قطعش لهم لي سالير ديالهم مالغري الكونفينمون مالغري هاد لي سوفرونس هادو، تعاون معاهم هاد السيد. يعني الطاقم او ليكيب ديال نيل بلو كيشكر هاد السيد جزيل الشكر وشكر جزيل وموصول على الدعم ديالو، سواء دعم مادي او معنوي. وحنا بحال هذا النوع اللي كيجسد اشنا هي الوطنيه وكيحاول يضحي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.